الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، حضرات الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو، إن رعايتك هذا الحفل المبارك نائبا عن أخيك خادم الحرمين الشريفين تعبير صادق عما تتصف به قيادة هذه البلاد الرشيدة من حب للخير وتشجيع للمخلصين، وهي مثل رائع لما توليه هذه القيادة من تقدير وتكريم لمن نذروا نفوسهم لخدمة الإسلام والمسلمين فكرا وعملا، وواصلوا جهودهم لخدمة لغة القرآن الكريم دراسة وبحثا، وسخروا إمكاناتهم العلمية لتقديم الإنسانية تنظيرا وتطبيقا، فشكرا لك على هذه الرعاية، وجزى الله قيادة هذه البلاد على ما تقوم به من دعم لوجوه الخير أفضل الجزاء. سيدي صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، ها نحن نبتهج بالاحتفال الحادي عشر من احتفالات منح جائزة الملك فيصل العالمية، وكل عام يمر على هذه الجائزة يزيدها رسوخا وانتشارا، ولعل أهم أسباب ذلك تمسكها بأهداف نبيلة واضحة واتباعها لإجراءات سليمة راشدة، فهي لا تفرق بين لون من البشر ولون آخر، ولا تميز بين جنس وجنس، بل تنهج العدل في حكمها وتنظر إلى جودة العمل وخيره في قرارها. وإن المتتبع لسيرة من فازوا بها يجد أنهم كانوا سباقين إلى العمل المثمر، رواداً في ميادين البحث والابتكار، وإن استمرارهم في عطائهم الخير وإنتاجهم الأصيل ورسوخ مكانتهم الاجتماعية والعلمية لدليل واضح على توفيق القائمين على شؤون الجائزة إلى حسن اختيار الفائزين بها، وإن حصول بعض أولئك الفائزين بها على جوائز عالمية أو وطنية كبيرة بعد نيلهم إياها لدليل آخر على ريادتها في معرفة النوابغ من العلماء والباحثين وتقديرهم. سيدي صاحب السمو، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأكرر شكري الجزيل لسموكم الكريم على رعايتكم الحفل، واسمحوا لي أن أزف التهنئة الخالصة لهذه الشخصيات الممتازة من العلماء الأجلاء الذين أهلتهم جهودهم العظيمة
وبحوثهم الأصيلة للحصول على الجائزة هذا العام، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح. واسمحوا لي أن أتقدم بالامتنان الوافر لكل من لبى الدعوة لمشاركتنا هذا الحفل العلمي البهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.